بسم الله الرحمن الرحيم. احمد سيف الدين ابراهيم من اهالي محافظه البحر الاحمر. انا بؤيد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتره رئاسه ثانيه. لو اتكلمنا عن حاجات كثيره في عصره اتعملت من شبكات طرق ومطارات وحياه كريمه اللي بتلف في مدن الجمهوريه كلها ومحافظات الجمهوريه كلها وقراها، كل حاجه اتعملت في حياه كريمه على اكمل وجه. انا حابب اشكره على المجهودات العظيمه اللي تمت في عصره، وان شاء الله باذن الله انا نازل انا وحبايبي واخواتي واهلي ننزل ان شاء الله في الانتخابات ونعيد رئيس عبد الفتاح السيسي لفتره رئاسه ثانيه.